السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كيف تسبب رفع سعر الدولار اليوم امام الجنيه في مصر في ازمه داخل النادي الاسماعيلي، مكارثه داخل نادي الزمالك، بينما سادت حاله من الارتياح داخل اجواء النادي الاهلي؟ ما عملتش سبسكرايب في التشانل، يا ريت تشرفني تعمل، ويا ريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون اول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا باذن الله. اليوم استيقظ المصريين على خبر وقع عليهم كارثه، ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري. الجنيه كان بيساوي امام الدولار تقريبا 15 جنيه و70 قرش، وصل حتى نهاية هذا اليوم لتقريبا 18 جنيه و20 قرش، وان شاء الله مش هيزيد عن كده باذن الله. لكن ازاي الموضوع ده اثر على اندية الكرة في مصر، خصوصا الاهلي والزمالك والاسماعيلي؟ هحكي لكم الحكاية بهدوء. النادي الاهلي من ايام قليلة جدا وصلت ليه مكافأة الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للاندية الاخيرة بالامارات. الجايزة تبلغ قيمتها 2.5 مليون دولار، مليون دولار تخص مشاركة النادي الاهلي في البطولة، ومليون اخرى علشان تأهله للدور نصف النهائي، ونصف مليون دولار تخص حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية. اكيد النادي الاهلي ملحقش لسه يتصرف في المبلغ الكبير ده، وبالتالي نسبة النادي الاهلي من المبلغ ده او لو حولناه للجنيه المصري ازدادت تقريبا بما يبلغ 15%. النادي الاهلي هيقدر يستفاد من المبلغ ده داخليا فيما يخص الصرف بالجنيه المصري، اما خارجيا فربنا يعين الجميع. اكيد الدنيا مش هتكون وردي بهذا الشكل، لان النادي الاهلي بيدفع مرتبات عاليه جدا لجهاز المدير الفني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني اللي تم تجديد عقده من ايام قليله جدا، وطبعا بيتسو موسيماني وجهازه المعاون بيقبضوا بالدولار باستثناء الغلبان سامي قمصان. نادي الزمالك حدث ولا حرج، غرامات كتيرة جدا وقع على نادي الزمالك تخص مدربيه السابقين ولاعبيه السابقين. الغرامات اللي على نادي الزمالك كلها بسم الله ما شاء الله بالدولار، وبالتالي بعد رفع سعر الدولار امام الجنيه المصري اليوم نادي الزمالك وقع في كارثة. قيمة ما كان سيدفعه نادي الزمالك من غرامات ازداد بنسبة تقريبا 15%، يعني لو افترضنا ان نادي الزمالك يقدر يوفر مليون دولار كان عليه ان هو يحول ما يبلغ قيمته 15,700,000 جنيه مصري علشان يعمل مليون دولار. دلوقتي نادي الزمالك علشان يوفر مليون دولار عشان الغرامات الكتيرة المفروض عليه للاعبين ومدربين، عليه ان هو يوفر 18,200,000 جنيه علشان يتحصل على مليون دولار في النهاية. مش كده وبس، برضو نادي الزمالك عنده مدير فني اجنبي جديد تعاقد معاه منذ ايام قليلة، وهو الخبير البرتغالي بروفيسور جوزفالدو فيريرا وجهازه المعاون اللي بيتقاضوا برضو مبلغ بالدولار، مبلغ شيء وشويات. النادي الاسماعيلي غلبان يا دوبك، اللي داخل قد اللي خارج. من ايام قليله او من اسابيع نادي الاسماعيلي فرضت عليه غرامه جديده تخص النبيبي بنسون شيلونجو. الغرامه تقريبا تبلغ قيمتها 136,000 دولار، طبعا بالمقارنه بما مفروض على نادي الزمالك دي لا شيء، لكن بالنسبه لنادي الاسماعيلي ده مبلغ كبير جدا وعامل مشكله داخل النادي الاسماعيلي في الايام الاخيره الماضيه، والنادي الاسماعيلي وكل محامي علشان يحاول يحل هذه المساله او يوصل لمبلغ اقل. لكن ولله الحمد نادي الاسماعيلي من فتره قليله فسخ التعاقد بالتراضي مع المدير الفني الارجنتيني مستر خوان براون اللي كان اكيد بيتقاضى راتبه بالدولار، وتعاقد مع المدير الفني الطيب اللي بياخد بالجنيه المصري الغلبان بتاعنا كابتن حمد ابراهيم. لكن ده ما يمنعش ان النادي الاسماعيلي في فتره الانتقالات الشتويه الاخيره الماضيه تعاقد مع شويه لعيبه اجانب لغايه دلوقتي لم يتم استخدامهم في المباريات للنادي الاسماعيلي، او لم يتم الاستفاده من قدراتهم، ده لو كان عندهم قدرات يعني، تعاقد معاهم بمبالغ بالدولار، اكيد مبالغ كبيره جدا، واكيد هو مطالب في الفتره الجايه انه يدفع مرتباتهم ايضا بالدولار. مش بقول لكم الموضوع خطير واثر على جميع الانديه
وعلى جميع الهيئات وجميع الافراد في مصر. ربنا يكون في عون الجميع والله. طبعا ده فيديو على سبيل الدعابة، حبيت بيه بس اواكب ما يحدث في مصر وحديث الساعة حاليا، وهو رفع سعر الدولار امام الجنيه المصري الطيب الغلبان. وهو احنا في النهاية مصريين، مش قدامنا غير ان احنا نهزر عشان نحاول نتحمل الوضع الصعب اللي احنا عايشين فيه. اما فيما يخص اخبارنا الرياضية، تقريبا مفيش جديد بيحدث او حدث خلال ال 24 ساعة الماضية. النادي الاهلي طبعا عنده راحة مدة 8 ايام بعد مباراة المريخ السوداني الاخيرة. مستر بيتسو موسيماني بيخش في موضوع الراحات ده بطريقة مبالغ فيها، ودي قصة هنحاول اناقشها مع حضراتكم ان شاء الله في فيديو قادم. نادي الزمالك هيستأنف تدريباته اليوم النهاردة الاثنين بشكل طبيعي بعد ان حصل على راحة لمدة 24 ساعة. اما النادي الاسماعيلي فبرضه استأنف تدريباته امس الاحد تحت قيادة المدير الفني المتميز في رأيي الشخصي حتى الآن كابتن حمد إبراهيم. نادي الاتحاد السكندري قطع أجازته بعد التعاقد مع كابتن عماد النحاس المدير الفني الجديد اللي هيقود الفريق في الفترة المقبلة بإذن الله خلفا للكابتن حسام حسن. ونادي المصري البورسعيدي في أجازة لمدة كام يوم كده بعد فوز النادي المصري البورسعيدي على القطن الكاميروني وتأهله للدور ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه في تاريخ النادي المصري البورسعيدي العريق من بطولة الكونفدرالية الأفريقية. خالص التوفيق دائما وأبدا لأنديتنا الجماهيرية في جميع البطولات، وربنا يعين الناس كلها على الأيام الصعبة الجاية دي على مصر، وربنا ينجي مصر وأهلها بإذن الله من كل شر ويكتب ليهم وبس دايما كل الخير. لو لسه ما عملتش سبسكرايب للشانل ياريت تشرفني تعمل، وياريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون اول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا بإذن الله. ده طبعا لو ما زعلتش من الدعابة اللي انا عملتها في الفيديو ده. شكرا ليك، سلام عليكم.